ينضم إلينا من بغداد عبر سكايب رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري. سيد إحسان، مرحبا بك، شكرا لقبول الدعوة. ما السبب الرئيس الذي يمنع دون تمرير قانون تمويل العجز المالي؟ شكرا على الاستضافة. هو لا يوجد فيتو نهائي حول موضوع إسقاط مشروع قانون الاقتراض، بقدر ما أن الخلاف يدور حول قيمة المبلغ هذا القانون بالتحديد، ولذلك البرلمان يحاول أن يوصل رسالة بأن هذا المشروع سيمر لكن ليس بالقيمة التي دفعت بها الحكومة والتي جاءت بتقريركم. أتصور هذا يؤشر من وجهة نظري وجود خلاف عميق على المستوى العام ما بين السلطة التنفيذية كحكومة وما بين السلطة التشريعية كبرلمان، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعكس طبيعة الخلافات بالتحديد ما بين وزير المالية العراقي وما بين اللجنة المالية النيابية. إذن هناك أزمة ثقة بالتحديد، وأتصور بأن هذه الأزمة ستنتهي إلى مساحة من التوافق على أقل تقدير لفرض الإرادة. وأتصور أستاذ حسام، من خلال مشاهداتك من خلال مشاهد أيهما أحق أو أيهما أحق بهذا الخلاف؟ هل البرلمان والأعضاء هل لديهم حجج مقنعة أم الحكومة؟ الطرفين يتحملان المسؤولية، خصوصا وأن هناك تقارير منذ حزيران الماضي تتحدث بأنه لا توجد إمكانية للحكومة لتوفير رواتب أو مستحقات المالية لموظفي الدولة. لذلك لا، البرلمان مضى باتجاه أخضاع الحكومة إلى الرقابة أو طرح موضوعة الاستضافات لتبيان ما هي الخطط التي تضعها لمواجهة هذه الأزمة. وأيضا الحكومة كانت تعتقد بأن قضية الإغلاق سوف تنتهي عالميا ومن ثم يعود سعر النفط وبالتالي تتأتى موارد مالية نتيجة تصدير النفط. الطرفان يتحملان المسؤولية، خصوصا وأنه لا توجد إدارة للأزمات في العراق، وهذا خلل يشمل جميع الحكومات وأيضا البرلمانات العراقية. اكتفى فقط بأن يناقش استراتيجية الموازنة لثلاث سنوات القادمة. واضح. وهذا خطأ كبير جدا. طيب، من الواضح أن الحكومة أو البرلمان يبحثان عن حلول آنية، وهو نفس الخطأ الذي أوقع الحكومة والبرلمان في نفس المشكلة، مشكلة العجز المالي. لماذا دائما ما تفكر الحكومة بحلول آنية؟ المشكلة تكمن بأنه النهوض بالقطاعات الأخرى أو عملية تعدد الموارد للخزينة العامة من الصعب أن تأتي من خلال أشهر معدودة. يعني إذا ما فكروا في الاتجاه نحو الزراعة، الصناعة، الاستثمار، الجمارك، هذه ملفات معقدة لم تستطع حكومات سابقة على مدى 4 سنوات ماضية أن تفكك هذه الملفات أو تتقدم فيها. فكيف بحكومة يعني أوانها 6 أشهر ومداها سنة كاملة يمكن أن تفكك هذه الأزمة؟ لذلك الكاظمي يعتمد على مبدأ هو العمل على دفع الأمور إلى حزيران القادم من أجل الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، وبالتالي ينأى بنفسه عن عملية الانهيار الكامل للدولة التي تسببت بها سياسات خاطئة ماضوية. هل تعتقد أن هذا التمويل ربما سيدعم الانتخابات، خصوصا أن مفوضية الانتخابات تنتظر تمويل أو موافقة البرلمان على تمرير هذا القانون؟ الحكومة أعلنت ما قبل مشروع الاقتراض الآن الذي يناقش في البرلمان العراقي بأن لديها التخصيصات المالية الكافية، وهي ملزمة بنفس الوقت في توفير المبالغ التي تطلبها مفوضية الانتخابات. هذا نص دستوري، وأتصور بأن عدم الإيفاء به يشكل خرقا دستوريا، لكن أتصور بأن التخصيصات سوف توفر بالشكل الذي يمكن أن يغطي احتياجات المفوضية. طيب، الآن الحكومة تطلب من البرلمان تمرير هذا القانون، هذا القانون ربما سيساعد الحكومة لثلاثة أشهر، ماذا بعد 3 أشهر؟ هذا هو السؤال الأهم. أتصور بأن على الحكومة أن تضع خطة على
أقل تقدير نصف سنوية، يعني من كانون الثاني إلى حزيران القادم، تضع من خلالها حلول متوسطة، لا نقول استراتيجية. الحلول الآلية المتمثلة بالاقتراض لا يمكن أن تسد يعني أي من الثغرات التي تعانيها الموازنة، ولذلك عليها البحث يعني في مجال الاستثمار أو حتى فيما يرتبط بتعظيم موارد الدولة من خلال الجمارك وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تكون ذو فائدة كبيرة جدا على الموازنة. رئيس مركز التفكير السياسي أحسان الشمري، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك سيدي.